كابتن اسامه الف مبروك. زي ما الله قلنا يبارك كده فيك الاهلي ان شاء الله في دور المجموعات ان شاء الله. مش انت قلت قدم واحده بعد ما هو مستنيين المباراه الثانيه، ان شاء بعد الله، المباراه الثانيه بس يعني بنسبه 100% الاهلي في دور المجموعات، بنسبه ولو 100% بنسبه كبيره دلوقتي في دور المجموعات ان شاء الله. بنسبه 100% ان شاء الله في دور المجموعات. إن شاء الله. مبروك للنادي الاهلي، مباراه كبيره ومباراه سهله. الشوط الاولاني كان مقفول شويه لان هم لسه في بدايه الماتش وبيلعبوا بتحفظ وتكتل، رغم ان احنا اتخلق لنا فرص، لكن برضو الماتش في قفله شويه، في تكتل دفاعي شويه. لما جه الجون الحلو لحسين الشحات، احنا قلنا الشوط الثاني غالبا هيحاولوا يعني يتقدموا للامام ناحيه مرمى الشناوي، فهيحصل مساحات كتيره، وده اللي حصل. الشوط الثاني الماتش اتفتح تماما، بقى بكل سهوله النادي الاهلي بيوصل للمرمى من كل الاتجاهات. يعني احنا يمكن قلنا الشوط الاولاني كان ناحيه الشمال شويه هي اللي مركزين عليها، الشوط الثاني كمان ناحيه اليمين اتفتحت خالص، نص الملعب سيطره تامه من لعيبه النادي الاهلي، الوصول سهل جدا للمرمى، ضيعنا فرص كتير. يعني يكفي في اول ما انت نزلت الشوط الثاني كره الرامي في العارضه، كره لامام في العارضه، كره الكهرباء انفراد لحسين شحات لعبها له، كل ده راسيه رامي ربيعه، راسيه رامي، كل ده في 5 6 دقائق بالظبط. يعني كان ممكن اول 5 6 دقائق في الشوط الثاني كانت النتيجه تبقى 3-0 او 4-0. فالماتش اتسهل، ولاعيبه الاهلي بتلعب اريحيه كبيره جدا، و قدروا يوصلوا المرمى سان جورج بكل سهوله، وفرص كتيره بالجمله ضاعت، وجابنا جون حلو قوي لحسين الشحات الجون الثاني، وثم كره عبد القادر اللي في الاخر اللي برضو قبليها مضيعين 3 4 فرص مؤكده. يعني فهي مباراه كانت سهله، واحنا قلنا في الماتشات قبل اللي زي الماتش دي 2-0 غير 3-0 بايه؟ يعني انت بعدت خلاص الفرقه دي خالص بنسبه كبيره جدا، وحتى لو 2-0 برغم فرق المستوى دوت اللي احنا شايفينه، وحتى لو لا بس احنا واحنا بنتفرج بره يعني 2-0 كنا متضايقين شويه ان الماتش خسران 2-0 بس، لا خسران 2-0 بس يعني. متضايقين مش عشان الاهلي هيخرج من البطوله، لا متضايقين ان الاهلي مفروض مع الفرص دي يجيب اجوان كتير من كده مظبوط، لكن مش هتبقى مؤثره في الاهلي في ان شاء الله في دوري المجموعات، ولا سواء الماتش خلص 2-0 او 3-0. الاهلي سيطر على الشوط الثاني تماما، وموضوع كان سهل، والكلام ده كلنا قلناه قبل اللقاء، لكن الفرق ايه؟ احنا قلنا عايزين نشوفه على ارض الواقع. يعني احنا من قبل اللقاء لما كلنا اتكلمنا قلنا الفروق كبيره بين الاهلي وبين سان جورج، خبرات 11 بطوله هنا ما فيش حاجه، لعيبه دوليه لعيبه دوليه هنا 10 12 لعيب دولي هناك ما فيش حاجه، تمرس في البطولات والبطولات الانديه العالم وافريقيا وعربيه بعاد خالص، بس كنا عايزين يتحقق على ارض الواقع. لما شفنا الماتش في بدايته قلنا لا الامور شكلها رايح لكده، وفعلا ده اللي حصل، والنتيجة كانت ممكن تتضاعف. يعني هي 3-0 بس كان بكل سهولة تخلص 6-0 أو أكتر كمان، يعني بكل الشوط الثاني بكل سهولة يطلع 5 تجوان أو 6 تجوان الشوط الثاني بس. فمباراة جيدة للنادي الأهلي، وبقت في راحة لمستر كولر زي ما علاء قال وشريف، يعمل أي حاجة في الماتش الجاي، عايز يدي لبعض الناس ويريح بعض الناس متاح لي من اول الماتش، يعني مش ضروري يعني من بدايه شوبير مثلا، يعني مثلا ممكن شوبير بس يلعب، مش هيغير جلد الفريق تماما يعني، لا يعني ما قلناش جلد، ما تقوليش ان هو مثلا هيغير 10 لعيبه مثلا، لا ما قلناش 10، لا ما قلناش 10، ما قلناش 10 لعيبه، بس يعني متاح عنده، يعني ما تقدرش تلعب 3 4 3 لا لا تلعب 3 ورا 4 لا 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 ما كانش على طريقه اللعب، ما كانش على طريقه اللعب، انا بتكلم على عناصر، ايوه عناصر، لا مش هيغير اي حاجه، مش هيغير ال 10 طبعا، بس يعني متاح قدامه السنة اللي فاتت داخل عايز عايز اغير الطريقه، انا بطبعي هجوم دفاع، متاح قدامه نغير 3 4 لعيبه مثلا،
في بدايه الماتش وبعد كده ممكن يغير تاني في الشوط الثاني. عايز يبتدي بالاساسيين شوط ويلاعب الناس ده. يعني اقصد الـ ما بقاش مضغوط فنيا انه قلقان على الماتش. ايوه فخلاص الامور بقت سهلت بالنسبه له. فنتمنى نشوف ناس تانية الماتش الجاي من بدايته اذا امكن يعني. وان شاء الله النادي الاهلي خلاص في دوري المجموعات باذن الله رب العالمين. طيب.